منذ الإعلان عن وفاة الأستاذ إسماعيل هنية الرجل الصالح، ولجان السيسي الإلكترونية بدأت في العمل في بث أكاذيب عن أنه جاءت مكالمة بينه وبين مرسي الرئيس الشهيد الراحل يتحدثون فيها عن قتل جنودنا في سيناء، وأن الحركة حماسية التي وراء هذا القتل، وأن مرسي كان يتكلم معه فيقول له طب كنت سيبوهم لما يفطروا يا مولانا، دول الولاد اتقتلوا والبلح في بقهم لسه، وادعاء بأن هو من خلفه من قتلوا المنسي وجنودنا في رمضان. ما صحة هذه الأقوال التي يروج لها لجان السيسي؟ هذا ما نتحدث عنه بمشيئة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. منذ الإعلان عن استشهاد هنية ولجان السيسي في مصر، البوست الدوار أو الدائر والمكتوب بسكريبت واحد، نفس العبارات ستجدها بهذا الشكل: نحتسب أولادنا من الجيش والشرطة شهداء، عبارات كأنها على لسان يعني السيسي وهنية، كنت استنى يا مولانا لما يفترضوا المات والبلح في بقهم، عند الله تجتمع الخصوم. حد سمع المكالمة دي بين مرسي وهنية لما اغتالوا ولادنا في رمضان وهم بيفطروا؟ شكلكم نسيتوا، رحم الله شهداء الجيش والشرطة. وبعضهم بيكتبها وهم بيفطروا وهم بيفكروا بالخطأ، حتى الخطأ المطبعي متجاب. طبعا صفحة التحقق بالعربي جابت الأكاذيب دي وعملتها في عنوان: ادعاءات من نسج الخيال، المكالمة الهاتفية بين مرسي وهنية واستقبال زعيم الحركة بدلا من جنازة الجنود وقتل الحركة للمنسي. بوستات وجابينها بالنص اللي هي شغل لجان إلكترونية. أولا لم يحدث مثل هذا. أولا أين المكالمة؟ مش في مكالمة بين الاثنين؟ طب يا جماعة خلاص، ويعني المخابرات الحربية والمخابرات العامة ما أسهل كل مكالمات مرسي لو في مكالمة واحدة تخرج له. إذا السيسي نفسه فترة موازير دفاع وما بعد ذلك خرجت تسريبات له بالكوم من خصومه، سواء جوه الجهاز برا الجهاز، جوه البلد برا البلد، لكن طلعت تسريبات. لم نسمع ولم نجد ولا تسريب واحد لا لمحمد مرسي ولا بينه وبين هنية ولا بينه وبين أي حد. فهذه المكالمة، مثل هذه المكالمة لو يوجد منها سواء نص مكتوب، إذا كانت الرسالة الوحيدة التي كانت يعني حيلة وبالتمرير على مرسي وغلطة فاتت عليه عزيزي بيريز ولم يترك فيها، اللي هي رسالة خاصة مبعوثة ومع ذلك سربت، هذه الكلمة الوحيدة التي سربت لمرسي وكانت خديعة وقع فيها، وقال اعترف بعدها لبعض المقربين ان موظف وغلبان بياكل عيش، استدرجوا بذلك وعفى عن الشخص ولم يعاقبه، يعني عالم من الذي دبر هذا. طيب لو لمرسي مكالمة مع هنية بان هم اللي ورا اغتيال جنودنا في رمضان، لا وشوف من الفجر، فجر بمعنى الكلمة، يبقى الراجل مستشهد اليوم ومرسي مستشهد من كم سنة في السجون مظلوم، سجن مظلوما، ويستكثرون على الناس هذا الحب والتعاطف معه، ففبركة مكالمة في إني أتلين ناس في رمضان وجنودنا وإيه والناس صايمة ولسه بيفطروا، وشوف الجملة لك إيه، طب كنت سيبهم يا مولانا لما يفطروا، ده الولاد ماتوا والطمر في بقهم، طب كنت سيبهم وما بيفطروا، قال يعني كأن الناس اللي يعني اللي عملوا هذا الفعل. طيب سنفترض جدلا، وطبعا لا توجد لمكالمة ولا أدلة ولا يحزنون، سنفترض جدلا أن هذا الكلام فيه شيء من الصحة، لماذا لم يحاكم بهذه المكالمة مرسي وكان يمكن السيسي بها طلع مرسي عميل، والناس كانت، وكان بالمناسبة كان أول من سيطالب بإعدام مرسي الإخوان نفسهم، عموم الإخوان وجماهير الناس كان ستطالب بذلك وكانت ستصمت ولن يجرؤ أحد أن لا يترحم على مرسي ولا يقول لك والله الشهيد ولا البريء، ده مرسي. طيب لو ده هنية، حلو قوي. طب إذا عبد الفتاح السيسي وكان ماسك المخابرات الحربية وقت الكلام ده، إزاي ساب التسريب ده وسمح
بان يظل مرسي في الحكم ما سربهاش عشان الناس تنزل ضده بدل ما تمرد واللعب والخديع وكل المواويل دي. طبعا كلام اكاذيب. طيب لماذا استقبل السيسي ولا زال الى الان وفود من حركة حماس والوساطة بينهم الكيان الصهيوني ويستقبل ومنهم هنية مرة واثنين وخمسة وعشرة؟ اذا المفروض يحاكم السيسي ان هو كان بيقابل واحد قاتل جنودنا وساكت عنه، كان على الاقل مسكه هو على الاقل تحديدا وحكمه وطلع التسجيل ده لحماس، لم تجرؤ حماس ان هو لا تدافع عنه هنية ولا يحزنون. اذا كلام مش فارغ، كلام واطي يدل على وطيان اللجان دي. ولا تستغربوا اذا دي يعني للاسف سلطه حتى وزاره الخارجيه لم تعزي، لم تكتب اي تعزيه، لم تكتب اي كلمه تدل على اي شيء، وستجد الدول العربيه على نفس الحال مخافه اغضاب الكيان الصهيوني. من الذي ادخل الكيان الى ارضنا لقتل ابناء مصر حتى لو كانوا ارهابيين؟ الاولى يبقى اللي يحاربهم جيشنا. اقروا كتاب كيرك باتريك في ايدي العسكر، ان ده كان بطلب من السيسي من نتنياهو بطيران اسرائيلي دخل ضرب الناس الجماعات الجهاديه في سيناء وقتلهم. كان مين الاولى بده؟ اذا اللي كان بيسمح بده مين؟ لا، اللي بيسمح دي معروف به، هو جهه محدده ومعروفه. فاذا الاكاذيب التي تروج واني هم اللي قتلوا المنسي وهم يعني، هو انتوا يا جماعه مرة تطلعوا قاتلين المنسي الجماعات التكفيرية اللي في سيناء، والجنود لك أصل ما انتوش فاكرين مرسي لما قال أنا حريص على سلامة الخاطفين والمخطوفين. ما هو ده سعادتك في عرف وعمل الدول الحرفية والمحترفة. طبعا كلام صحيح. ليه؟ لأن أنا عايز القاتل أو الخاطف حي عشان أعرف مين وراه، لكن لما بتقتل الفاعل الجريمة بيموت وموت معاه سره. يعني اللي كان هيقتل ترامب لو ما جابش التسجيلات والكلام وكان راجل عامل تصريحات اتقتل في مكانه، هنعرف منين؟ حلو. اذا الامساك ولذلك المهارات الحرفيه العاليه لاي جهاز امني في انه ما يقتلش المجرم، لا، في انه يقبض عليه سليم ويسمع منه ويقر ويعترف ويتحاكم ويبقى عبره للناس، انما بتظل دايما الشبهات حوله، إذا فر، إذا هرب، إذا كذا، إذا اتقتل في مكانه لك طب مش عرفنا، ولوحده طب فين بقية الناس؟ فادعاء دايما هذه الجملة بالعكس هذا كلام غير صحيح. وكان هذه اللعبة بتاعت الجنود المصريين في رمضان كانت حيلة معروفة من جهات استخبارية لإحراج مرسي وما يحدث، وبالعكس اللي حصل إن مرسي قابل الجنود ويقول لك لا ده قابل هنية وما قابلش الجنود، هذا كلام كذب. بالعكس الصور جاية له معه وانه قابل الجنود واستقبلهم، وهذا ما لم يحدث فيما بعد ولا قبل مع حد غير مرسي انه يقابل الجنود مخطوفة ويتعامل معهم بهذا الامر. للأسف وساخت هذه اللجان لا بتراعي، ولما تيجي انت بقى حد عندهم يكون قاتل ومجرم والناس تقول عنه جرائمه يقول لك يا اخي الموت له هيبة لا شماتة في الموت. طب واللي انتوا بتعملوه ده ايه؟ لتعلموا ان حتى هذه الانظمه لم يبقى عندها حتى بقيه شرف الموت ولا خصومه الموت. هؤلاء مجموعه من السفله في التعامل والكذبه واستمراء الكذب في فبركه اشياء لم تحدث على لسان هنيه او مرسي رحمهم الله، شهيدين عظيمين من شهداء الاسلام، اللهم امين. اقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.